السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة أخرى في استراتيجيات استخدام الأسئلة الصحية. نحن الآن وصلنا إلى استراتيجية الأقوى يستمر. تتكون هذه الاستراتيجية من عدة مراحل، ثلاث مراحل متتالية، لكل مرحلة خصوصية مختلفة عن الثانية. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة معلم طالب، يتحدى المعلم الطلاب بأن يكون منهم بطل يستطيع الإجابة على 5 أسئلة متتالية دون أن يخطئ. ثم يقوم المعلم باختيار أحد الطلاب المتطوعين المتميزين المستعدين للإجابة على هذه الأسئلة أمام زملائه. وجه المعلم أسئلة متدرجة وسريعة للطالب وانتظر إجابته. إذا استطاع الطالب الإجابة، يقوم المعلم بتهنئته عن هذه الإجابة وعن هذا الإنجاز، وإلا فإنه سيقوم بنقل الأسئلة إلى طالب آخر حتى يستمر في هذه المسابقة. يتحدى المعلم باقي الطلبة وقدرتهم على الفوز على ذلك الطالب في مرحلة ثانية. المرحلة الثانية هي مرحلة طالب يختار المعلم أحد الطلاب ينافس الطالب الذي فاز في المرحلة الأولى. يقسم الصح إلى قسمين، قسم تشجيع الطالب الأول وقسم تشجيع الطالب الثاني، وتصبح منافسة شديدة. سيتم توجيهها 5 أسئلة متتالية من الطالب لقرينه الذي تحداه حتى يكون هناك بقاء للأقوى. هناك في النهاية من سيفوز. إذا فاز أحد الطالبين على قرينه، على الطالب الفائز سواء كان الفائز الأول أو الثاني أن يختار بديلا لاستكمال المسابقة مكان الطالب الخاسر. وندخل في المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة طلاب لطالب. في هذه المرحلة تستمر طرح الأسئلة الخمسة للطلاب الموجودين في التحدي سواء كان الذي فاز في المرحلة الأولى أو الثانية، ويقوم الطلاب هم بتوجيه الأسئلة للطالبين الموجودين في التحدي حتى يقوم أحدهما بالإجابة على جميع الأسئلة الخمسة إجابات صحيحة ويكون هو الفائز أمام زملائه. هذه استراتيجية شيقة يتعامل فيها المعلم مع الطلاب ويحفزهم على الإجابة على أسئلته، ثم يحفزهم على الإجابة على أسئلة بعضهم البعض، ويكرم الطالب الذي يفوز ويستمر في العملية أو الأقوى الذي يستمر في هذه المسابقة. يمكن أن تستخدم هذه الاستراتيجية بطريقة مختلفة على مجموعات كبيرة بحيث يكون لكل مجموعة قائد يمثل هذه المجموعة، ويكون التحدي على مستوى المجموعات وليس على مستوى طالب طلاب وطالب أو طالبات. هذه الاستراتيجية شيقة ولها استخدامات معينة. قد يستخدمها المعلم في مراجعة خبرات الطلاب السابقة في بعض الدروس، أو إذا رغب في مشاركة عدد كبير من الطلاب خاصة في المرحلة الأخيرة من الدرس. قد تستخدم في أساليب التقويم خاصة في المعلومات التي يمتلكها الطلاب كتهيئة لجزء جديد من الدرس. قد تستخدم كأسلوب ترفيهي للترويح عن الطلاب وتحقيق أكبر قدر ممكن من التفاعل في الحصص. مثال تطبيقي على هذه الاستراتيجية الأقوى يستمر، يطرح المعلم سؤال: ما تصريف الفعل ذهب مع الضمير أنتم؟ يعني يا شباب، هل المرحلة الأولى الطالب الأول ذهب طبعا. المعلم بعد عدة أسئلة: أحسنت من ينافسه، أي أنه يطرح عليه 4 أسئلة تالية. تبدأ المنافسة بين طالبين في المرحلة الثانية. الطالب الأول يسأل زميله: يا معلمة، الطالب ذهبنا. يسأل زميله المدراء، وهكذا حتى نحصل على إجابة صحيحة أو خاطئة حتى يتم استبدال الخاسر من هذه العملية. الطالب الأول: ذهبنا، ويسأل زميله الطلاب، زميله يجيب: ذهبوا. المعلم يقول: تعالوا. والآن أيها الطلاب، أنتم ستواجهون أسئلة هما، اللي هي المرحلة الثالثة، مرحلة الطلاب يسألون المتنافسين. الطالب
الطالب الثالث يسأل الأول أنا الطالب ذهبت، الطالب الرابع يسأل هي قل ذهب، المعلم يقول غلط، والفائز هو الطالب الأول يشجعه ويجعل الطلاب يقومون بالتصفيق له. عملية شيقة من عدة مراحل، يبدأ فيها المعلم بالسؤال ثم زملائي يتنافسان ثم الصف جميعه أسأل طالبين متميزين والأقوى يستمر في الإجابة ويعلن فوزه في النهاية. عن تأثير هذه الاستراتيجية، قد ثبت التطبيق العملي لهذه الاستراتيجية أن لها فاعلية كبيرة في رفع درجة التفاعل بين الطلاب وإثارة أذهانهم وإمتاعهم من خلال التنافس. استراتيجية فعالة تنشط الطلاب الإجابة والسؤال في نفس الوقت.